رسالتنا لكل باحث ومخترع ومبتكر ومن كل الذي يسعى في تطوير ذاته. كل إنسان بدون أي استثناء أو تمييز خلق وهو يتميز في خلقه ويتمتع بهويته الاستثنائية من خلال هذا الروح العظيم الذي من بين ما يمثل جزء من شخصيته. فالإنسان جانب الجسد والجانب الآخر الروح. هذا الروح هو الروح العظيم، يمتلك قدرات عظيمة لا مثيل لها. وبذلك فإننا نوجه هذه النصيحة الأخوية لا سيما لكل عمانية ولكل خليجية ولكل عربية. نعلم بأن كل دولة تتمتع بامتيازاتها الاستثنائية، وهكذا الإنسان من حيث شخصيته، كيانه، ميوله، معتقداته وكل ما ينتمي إليه الإنسان بذاته. وهذه النصيحة بحيث منذ توجهنا الولايات المتحدة الأمريكية من أجل اكتساب مزيد من العلم وإعداد خطة استراتيجية استفادة من العلم الغربية والتكنولوجيا الغربية والتقدم في الأبحاث العلمية والمعملية فيما يخص مجالنا، فإننا ونتيجة لتربيتنا وننتمي لهذا البلد الأمين سلطنة عمان، فإننا نفتخر بأننا عمانية خليجية وعربية. وبذلك من خلال عملنا في جهة حكومية امتدت لفترة 23 سنة مرورا بمراحل وظيفية مختلفة، فإننا نوجه هذه النصيحة لكل شاب عمانية أو شابة عمانية ولكل شاب وشابة خليجية وخليجية ولكل شاب وشابة عربية وعربية، بحيث عندما تريد أن تزدهر قدراتك من حيث ما تنتمي إليها من ميولك وما أنعمت لكل مبتكر ومن يسعى للابتكار، لكل متعلم ومن يسعى للعلم، لكل مخترع ومن يسعى للاختراع، لكل مكتشف ومن يسعى للاكتشاف، بألا يلقى أي لوم سواء جهة حكومية أو كيان أو أشخاص أو غير خلاف ذلك. فعندما الإنسان يكون يمتلك ميول الاكتشاف أو سعي لزيادة رقعة العلم من أجل اكتشاف أو اختراع أو ابتكار، فإننا استطعنا بأن نلاحظ بأن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية الدولة التي تنفق أكبر ميزانية من دخلها القومي من أجل الأبحاث العلمية والمعملية. بذلك لكل مواطن هنا الذي يسعى للعلم سواء في الابتكار أو في الاكتشاف يتلقي دعم بمبالغ طائلة جدا. هذه المبالغ تساعده على التفرغ الكلية لكي لا يميل إلى لجوء للراتب العمل خارج نطاق ميوله، وبذلك تكون هذه من ضمن الأساسيات التي تدعمه في مواصلة مصيره العلمية والابتكارية والاكتشافية. وبذلك هذا هو السبب الذي ارتعينا
لماذا الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأقوى والأكثر تقدما في التطورات التكنولوجية وفي العلم وفي الحضارات. وبذلك لكل عربية، لكل عمانية، لكل خليجية، إن لم تتوفر لديه الإمكانيات المادية لمواصلة كفاحه بأن يواصل مسيره من حيث يستطيع، تتوفر له الأساسيات من حيث الإمكانيات المادية كمثل كسب الراتب وإلى آخر، ولا يتقدم يلجأ للاستقالة من العمل، بل يستخدم ميوله في الأوقات التي خارج نطاق عمله من حيث يكتسب تلك الرزق ويواصل مسيره، ولا يقطع الأمل، يواصل الكفاح، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بذلك بالرجوع إلى خبرتنا وما قمنا به، بمجرد قررنا توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو الأساس من حيث الاكتساب من التكنولوجيا الغربية والعلم الغربي في الأبحاث والتقدم العلمي. وبذلك استطعنا أيضا نتجاوز هذه التحديات، لكن قبل ذلك، قبل اللجوء، قبل السفر إلى الغرب بسبب اللي ذكرنا سلفا، أردنا أيضا ألا تكون استقالة من منصبنا تتسبب أعباء مالية وقد تضرنا وتضر العائلة، وحتى قد تعيق هذه الظروف أو تتسبب لنا عواقب ولا نستطيع مواصلة مصيرنا العلمي والابتكاري والاكتشافية. إلا ردنا أيضا نستفيد من الغربيين بقراءة كتب غربية من الذين استطاعوا يواجهوا تحديات واستطاعوا يوصلون إلى المراكز متقدما في العلم والابتكارات العلمية والاكتشافات العلمية. وبذلك كان لابد أيضا نضع أول شيء خطة تستطيع توفر لنا الإمكانيات المادية حتى نكون بصفة مستقلين مادية قبل أن نتخذ قرار تقديم الاستقالة من الوظيفة. وبذلك فالله سبحانه وتعالى فعلا لا يضيع أجر المحسنين، وازدهرت هذه النعمة حتى أصبحنا مكتفيا مادية للتواجه للغرب، ولدينا هذه الإمكانية المادية التي من أجلها بفضل الله تعالى استطعنا نتجاوز أي صعوبات بهذا الشأن وتوجهنا. والآن مر 5 سنوات منذ توجهنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك الذي استطعنا نتوصل ونحقق هو بناء خطة استراتيجية وبناء العلامة التجارية، والتي تتركز على خطتين: الخطة الأولى إجراء أبحاث علمية ومعملية وسريرية، والخطة الثانية إعداد خطة لإنشاء مشاريع تتعلق بصناعة العافية، ومن ثم دعوة للمستثمرين للدخول في الشراكة الاستثمارية لبناء هذه المشاريع وتقوية العلامة التجارية. هذا هو الآن نحن عليه، والآن منذ فترة قليلة نحن نعد هذه الخطة بإشراف من مستشارين ماديين واقتصاديين وخبراء وفي مختلف مجالات، أيضا القوانين وقوانين الفيدرالية وما شابه ذلك. لذلك الآن نحن في صدد دعوة لمستثمرين لإقامة مشاريع العافية على امتداد الكرة الأرضية أينما كانت الفرصة أو
أعطت الفرصة، سواء هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أو سلطنة عمان أو أي دولة من دول الخليجية أو عربية أو خلاف ذلك. وهذا نصيحة نوجه لكل أخ وأخت، عماني كان، خليجي كان، أو عربية، يأخذ بهذه النصيحة ولا يتعجل، بل في نفس الوقت وألا يتيأس في مواصلة مصيره العلمية والابتكارية وأي حتى في الاختراع. لكل مجتهد نصيب، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في محكم تنزيله، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. وأصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ذلك لكل مجتهد نصيب، شريط أن الإنسان يواصل مصيره بطريقة قانونية وبطريقة تتناسب مع الشرع وبطريقة التي هي معرف عليها بالأساليب والأسس والتصرفات التي تبني شخصيته ومصداقيته، سواء أنا كان فرد أو كيان أو مجتمع أو دولة. هذه هي من ركائز الأساسية لبناء الإنسان المعاصر المتعلم المثقف المخترع المكتشف. ونسأل الله تعالى لكل من يسعى للعلم ولكل من يسعى للابتكار ولكل من يسعى للاكتشاف ولكل من يسعى للاختراع بأن يواصل مصيره ولا يتيأس ولا يلقى أي لوم لأي شخص كان، بل في نفس الوقت لا يصاب أي إحباط، بل يواصل مصيره السلمية، وفي نهاية سيستطيع مواصلة صعود جبال الحياة اللانهائية. هذه جبال الحياة، جبال الحياة تقوده نحو تحقيق النجاح المزدهر، فلا نهاية من النجاح، لكل جبل يمثل نجاح، ومن ثم بعد تحقيق النجاح الأول وبعد قليل يبدأ ينظر أن هناك جبل أعلى يتطلب تسلقه لوصول إلى قمة تلك الجبل، أي بمعنى مواصلة الصعود إلى النجاح. فلا نهاية من النجاح ولا نهاية لمواصلة الطموح، لكل مجتهد نصيبه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معد ومتحدث دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، فخر لكل عمانية، فخر لكل خليجية، وفخر لكل عربية. بفضل تعالى أصبحنا مؤسس للطب الحاكوباثي بالولايات المتحدة الأمريكية. مع السلامة.